كلنا بنحب السكس، كلنا بنحب السكس، كلنا بنسعى لهالشيء بمحل المحلات، مش نسعى شو ما بعرف شو الكلمه، انه وي لوك فور سكشوال اكتيفيتيز كا هيومن بينج، عم بحكي بالمجمل. ومع التطور يمكن خصوصا عنا بالعرب، هلا انت ما بعرف اذا عم تبقى عايش بلبنان او عم بتعيش برا، عم بكون بين لبنان ودبي، يعني عم بتشوف كحضاره عربيه، انت شو رايك عم بيصير في ادوبشن لهيك نوع مواضيع ولا لا؟ لانه انت كمان كيف يعني عم يصير لحفصر يعني انت مسافر على كتير بلاد اوروبيه صح امريكانيه صح برا بيوزعوا بالمدارس كوندومز، بيوزعوا شو بيقولوا واقي ذكري، واقي ذكري نعم، بيوزعوا هالقصص كلها وسوبر رواء يحكوا عن هالمواضيع من العمر الصغير، وتش يمكن تشيل 80% من المشاكل، الاغتصاب ومدري شو، كل المشاكل اللي بيحكوا فيها ببلاد العربية عن السكشوال ريليشنشيب. لك بس بخصوص موضوع الاغتصاب او بليز. التحرش مثلا أكيد. السبب الوحيد للاغتصاب والتحرش هو المغتصب والمتحرش، ما ايش اي شيء ثاني، يعني ما في كلمة بس من بعده، يعني ما فينا نيجي نحن نفكر ما عم اقول انه انت عم تقول هيك، بس هذه لا. نقطة لازم كتير نحكي عنها، انه السبب الوحيد للتحرش هو المتحرش فقط، ما في انه بس هي كانت لابسة هيك او مليار بالمية، بس هذا خلص نحطه على جنب ونكفي من بعض. فينا عطي رأيي بهالموضوع؟ اكيد. في حدا هذا الزلمة قال he's a philosopher بعتقد او شيء هيك، ايش قال؟ مليار بالمية مثل ما انت قلت، انه خي اذا صار في اغتصاب اوتوماتيكلي غلط على اللي اغتصب، بوان 100%. بس في شغله حكى عنها which is فيك تحط عليه بس انت بس اوكي ما هو قال بس بمحل من المحلات نحن عنا وعي مزبوط سوبر تمام. اذا انت ماشي بكتس الدولارات بشارع هاي ان كرايمز، في كتير كرايمز بهذا الشارع، شيء يعني في شو كرايم، في جرائم بهذا الشارع، ومشيت معك كتس الدولارات بنت صبيه وات ايفر وماشي وعم تعمل هيك، تري نورمال ريسك تو ريشيو، يعني البورسنتاج تبعه لك بيعلى انه تنسرق صح. كمان بس نحن عنا وعي، انه مش عم بقول انه ما عم دافع واضح بس عم بحكي هذا الشيء، انه لازم واحد يكون منتبه انه يحذر من هذا الشيء، انه كمان هو الشخص لازم يكون عنده بمحل محلات يوطي هالريسك تبعه له انه في احتمال يغتصب او وات ايفر، وتش رح بتخفف عمليه الاغتصاب صح. هيدا اللي فتح عليها مشاريع او التحرش بصير بالشارع، بكون يعني بالشارع طبيعي بصير تحرش أكيد. او بالفان او بالتاكسي، طلع بالبروبورشناليتي، ما فينا نحن نجي نقول بقلب التاكسي او الفان انه هيدا شيء عادي، نعم يعني ما في اجي اقول انه هيدا مكان يعني شبهه بمنطقه الجرائم، هيدا مكان عادي اوكي. لو انت بتجي بتقول هلا مثلا بحي في مجرمين وما بعرف شو، هو الزلمه ما بيروح لهونيك، مش بس المره عرفت شو، انه ممكن يقتلوه او يقتلوها، ممكن يغتصبوه له كمان هيك مكان، اكيد واحد بده ينتبه ما يروح عليه لانه ما تلاقي جرائم، بس انه اذا مكان عادي بده يمشي فيه، انه يعني مشارع عم يصير تحرش بالشارع او بالتاكسي او بالفان او بالصف او بالمدرسه، ما هذا مكان طبيعي اللي الواحد بيمارس فيه حياته الطبيعيه، هذا المكان اللي ما يعني لازم نحن ننتبه، انه ما نجي نقول انه لازم انت تنتبه على حالك انه وتكوني حذره بهيك مكان، بس ما هذا مكان طبيعي مش مكان خطر. ما هي هو المشاكل اللي عم تصير بالاماكن الطبيعيه، ما عم تصير بالمكان الاماكن الخطره 100%. عم تصير بالباركينجز، عرفت شو؟ كون واحد صافي سيارته بالباركينج، بيجي واحد على الموتو بيعمل الشغل وبيفكر شو بيفكر هذا عن جد، شو بيفكره؟ ما بعرف كونه بهون شيء او هيك عن جد، ما عندي فكره ابدا، بس انه مش طبيعي. ما بعتقد عندك فكره ولا نقدر نعرف، بس انه شو انه بيك شيء عن جد اذا عم يحضرني او شيء، انه شو بتفكر او ما بعرف، لانه لك انت معنى قتله، يعني في كتير دول بيقولوا انه بيعملوا بيقتلوه او بيشنقوه او وات ايفر، انا مستحيل اقتل انسان لو شو ما عمل، ما بعرف صراحه، بحس انه معقول يتغير خي على طول، انا بتطلع على هيك بس يعني بس واحد. انت يعني بعدك ما جربت هذا الشعور يقتلونه؟ لا لا انه حدا
يعني شعور الاغتصاب مثلا كمان ولا الله ولا انا جربته بس انه انه ما بعرف يعني اذا واحد حكى كلمه بشعه اذاك كثير تتضايق فانت عم تخيل شعور الشخص هيدا كيف ممكن يكون يا باطل او مثلا يكون عمره 12 سنه ويصير فيها هيك